مش عايزة منك اثبتك ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله مش عايزة منك إثباتك ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة وعارفة ان في دمينا حنينة وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة Thank you.
مش عايزة منك اثبتت ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله مش عايزة منك إثباتك ومصدقك في كل حالة من الحالات هفضل معاك مصدقة اللي عملته ليا واللي لسه هتعمله مصدقة خوفك عليا اللي مش بتمثله وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة وعارفة ان في دمينا حنينة وعشان كده لو يحصل ايه مطمنة